العبور المائي بين فكي بيرسيبوليس لن تكون سهلة المنال في الإياب. بيرسيبوليس الإيراني، أسد القطري، إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. الثلاثاء 23 من أكتوبر حصريا على بي سبورتس. شكرا زميل محمد برحات. شكرا مباراة المباراة نيجيريا ليبيا ينتهي بتفوق نيجيريا بهدف لا شيء مع وجود ركلة جزاء للمنتخب الليبي لم تحتسب. وسأترك الكلمة للكابتن نادر القروي والكابتن هيثم فاروق ليؤكدوا ماذا قلت في هذه الأطوار. ونشاهد الهدف الأول الذي سجل من ركلة جزاء بعد خطأ من كابتن المنتخب الليبي الكابتن محمد مشنوش الذي كاد أن يصحح الخطأ، لكن الكرة تدخل شبكة المنتخب الليبي اعتقد ان اللاعب ايجالو حادلون الثالثة. لكن لا يمكن ان يفوت حالة قبل ركلة الجزاء. الكرام لمسة يد واضحة جدا لم تحتسب من قبل الحكم اندالا.